بزاف ديال الناس ما قارينش، ولكن ما شاء الله عليهم عقلهم يوزن بلاد. مثلا جداتنا ما كانش عندهم الحظ باش يقراو، ولكن ربوا وليداتهم بطرق اللي هي سليمه. وشحال من قاري كيتصرف تصرفات عيب يقول من موراها انا قاري. الفرق بين الوعي والقرايه، وشنو معنى انه تكون واعي بلا قرايه وقاري ولكن ما واعيش؟ كان هذا هو السؤال ديالنا اللي وجهناه للمواطنين، واجيو نسمعوا شنو قالوا. وانا كان كيبان لي القرايه هي انه الانسان تيتثقف ويكون عنده واحد المستوى انتلكتيال سميتو، يقدر يكون ماشي واعي. بينما الوعي يقدر يكون انسان امي يكون واعي، يعرف يمشي في الطريق، يعرف ما يلوحش الزبال، يعرف يتعامل مع الناس، يعرف يعطي اسبقيه للمرضى، يعطي الاسبقيه للناس مثلا ذوي الاحتياجات الخاصه. هذو كلهم تيعبر على الوعي ديالو، الانسان اللي كيساهم في التنميه ديال المجتمع ديالو، هذاك تيتسمى راه واعي. ويقدر يكون مقاريش، تقدر تكون غير مرأة كبيرة، أمهات ديالنا وأباء ديالنا مقاري ما والو، ربونا وقراونا. بينما حنا كنلقاو دابا شي وحدين اللي مثقفين عندهم دبلومات وشي حاجة، كتلقى كيلوح الزبل هنا، كتلقاه تيدوز ما يمشيش في الباساج ديال لي بيطون هذاك. إذا هذا ما كيتسماش واعي، بالرغم أنه تلقاه مثقف وربما تلقاه كاع جامعي. الوعي والقراية بحال بحال. كاين الفرق، ماشي بحال بحال. اللي واعي راه كيعرف كيما قلت لك مثلا، راه كيعرف كيفاش يسير حياته، والآخر راه يقدر يدير شي حوايج غير عشوائيه بحال هكا. الفرق هو انه ديما ما يمكنش ان الوعي ديما المقياس ديالو هو الدرجه ديال التعلم او المستوى اللي وصل ليه الانسان. ففي حالات كثيره تلقاو ان كاينين اناس اللي هما كثار وبالرغم من ان عندهم ما عندهمش كاع حتى مستوى ديال الدراسه، وتتلقاهم واعيين من خلال تتبع ديال البرامج على القنوات التلفزيونيه، من خلال المجالسه ديال اناس اللي هما في واحد المستوى واعي، وتياخذوا منهم معلومات وتياخذوا تجربه وهذا، وبالتالي تيكونوا ناضجين، يعني عندهم واحد الدرايه بالمتطلبات ديال الحياه وبزاف ديال الحوايج. في نظري الوعي والقرايه بحال بحال، اذا كان الانسان واعي الا وغادي يكون قاري. الوعي هو الواحد كيكون واعي شويه، والقرايه راه كيكون قاري. قولي يعني بحال بحال. بحال بحال الوعي والقرايه بحال بحال. الوعي ضروري، القرايه ماشي هي المهم. القرايه كتعرف كاشي شي حاجات في الحياه وصافي، اما الوعي ضروري خص يكون في الانسان. الناس فيهم وفيهم القاري والواعي، وكاين اللي تبارك الله عليه جامعهم بجوج، ولكن قرايته والوعي ديالو ما نافعينو بوالو. وكاين الناس اللي عندهم اما القرايه او لا الوعي، ويقدر ينفع راسو والمجتمع ديالو. اللي غدا نقول لكم راه ما نقدروش نفصلوا الوعي على القرايه، لانهم بجوج مهمين، والقرايه راه كتغذي الوعي.